ايه بقى اتحاد اليد؟ ايه الصعوبه في اتحاد اليد؟ انت بتتكلم في وضع استثنائي. اتحاد اليد دونا عن بقيه الاتحادات اول ما اتقال يا كورونا اجري الغي الموسم من نفسه. مجلس اداره الاتحاد قام واخد قرار سريع بالغاء الموسم. بعد كده اكتشف انه تورط وان كل الاتحادات بترجع المسابقات وانه الاتجاه العام للدوله عوده النشاط الرياضي بقوته وانه الاتحاد الدولي نفسه طالب بكده وعنده بطوله كاس عالم جايه محتاج يجهز لعيبه فيها بشكل كويس فدخل في حيص بيص. الحق هو لما اعلن الغاء الموسم الانديه بدات تستغنى عن لعيبتها. كل نادي عايز يعيد تشكيل الفرقه بتاعته الاتحاد قال له اوكي طفينا النور كله يروح. كله روح. الانديه عملت حسبتها عدلت قوائمها بدات ترتب للموسم الجديد. النادي الاهلي عمل ايه؟ في 7 لعيبه او 8 خرجوا من قائمه الاهلي بناء على قرار اتحاد اليد. الاهلي ما عملهاش من نفسه، ما قامش للكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي يلا انت وهو من هنا مشى 7 8 لعيبه، لا. الاتحاد المصري لكره اليد اعلن انتهاء الموسم. فكانت النتيجه انه الاهلي استغنى عن محمود عاصم راح نادي البنك الاهلي، محمود فايز راح الامارات، احمد مصطفى خيري احترف في رومانيا، يوسف معرف راح رجع تونس، اسكندر زايد رجع تونس، عمر حجاج من يناير كان راح الامارات، هادي خالد حميدو في يناير راح لنادي المعادي. يعني بنتكلم في 7 لعيبه تم الاستغناء عنهم من الاهلي، اللي راح الامارات واللي راح المعادي واللي راح البنك الاهلي واللي راح تونس يعني مش موجودين. مش موجودين 7 لعيبه في عرف كره اليد فرقه كامله. طب ايه الحل؟ بعد ما الناس دبرت امرها بالشكل ده جاب الاهلي لعيبه جديده بدا يدعم فرقته للموسم اللي جاي. اتحاد اليد بدا الدوري الجديد الاهلي معاه لعيبته الجديده دعم بشكل قوي. فوجئ ان الاتحاد المصري لكره اليد بيقول له لا هنلعب المباريات اللي باقيه من الموسم اللي فات بالقايمه القديمه. ايه؟ بالقايمه القديمه. ايوه يا سيدي ده اللي راح الامارات واللي راح تونس واللي راح البنك الاهلي واللي راح المعادي ماليش دعوه ما تخصنيش. هتلعب بالقايمه القديمه. العب بالقايمه القديمه ازاي؟ دي الناس دي مشيت ومشيت بناء على قرار منك انت وانت اللي فتحت باب القيد الجديد وعشان كده انا ضميت لعيبه جديده بموجب قرارك انت. لا هو كده. طب ده بقى ايه؟ مباراتين للاهلي ومباراتين للزمالك. الاهلي عنده طلائع الجيش وعنده الزمالك. عنده طلائع الجيش متحدد لها 12 نوفمبر وتاني يوم على طول 13 نوفمبر اهلي والزمالك. 12 نوفمبر الزمالك هيلعب مع سبورتنج و يعني 12 و13 الاهلي هيلعب مع الطلائع والزمالك هيلعب مع سبورتنج. تاني يوم على طول يوم 13 الاهلي والزمالك يلعبوا مع بعض. الاهلي عشان يكسب الدوري بتاع السنه اللي فاتت محتاج يكسب المباراتين. الزمالك يكفيه الفوز بمباراه وياخدوا البطوله، يعني الزمالك هو اللي ليدنج، هو اللي متقدم. طب ايه المشكله؟ العب بالقايمه القديمه. طب البطوله او المباراتين الناس دي مشيت، اجيب لعيبه منين؟ ازاي استرجع 7 8 لعيبه مشوا؟ ومشيوا بموجب قرارك المتسرع انت كاتحاد لانك اخدت قرار من نفسك. ووقتها لو تفتكروا الكابتن هشام نصر قال لك احنا اول اتحاد اخدنا القرار وقال ان نادي الزمالك برغم انه هو المتصدر والمتقدم والفرصته اكبر الا انه وافق على الالغاء. وكانت وقتها قضيه كره اليد بتستخدم كنوع من الضغط على اتحاد الكره المصري اتحاد كره القدم يقولوا له بص الفرق بين الناس اتحاد اليد لغى والزمالك ما اعترضش برغم انه متقدم وفرصته في البطوله باقي ماتش واحد وياخد البطوله ووافق عشان ايه؟ يتجامل فيها قرار الزمالك برفض استكمال دوري كره القدم والضغط على الاستاذ عمرو الجنايني ولجنته الخماسيه. فالحق بسرعه لغى. لا فكر ان عنده بطوله عالم جايه ولا فكر انك انت هتفتح قيد جديد بموجب القيد الجديد ناس هتمشي فإذ فجأة نرجع. الحل إيه؟ الحل دلوقتي إن أنت عشان تواجه هذا المأزق
تشتغل بفكر اتحاد الكرة المصري. دي بطولة موجودة دلوقتي غصبا عننا في سياق الموسم الحالي. الأندية تستكملها، مش الأهلي بس، الأهلي والزمالك وسبورتنج والطلائع كلهم من حقهم استثنائيا يسجلوا أو يلعبوا المباراتين أسبوع الفضل والبواقي ده، أسبوع الفضل والبواقي يمشي بالبضاعة الجديدة، لأنه البضاعة القديمة خلاص مش موجودة. غير كده مش هتقدر تعمل حاجة. فنتمنى إنه سريعا يتم حل هذه المشكلة، لأنه فعلا أنت بتتكلم في مباراتين للأربع أندية. تكافؤ الفرص بين الأربع أندية كله يحق له استخدام اللعيبة الجديدة، لأن الموسم المحلي الجديد شغال. فما عندكش حل عملي. عارف إن ده حل من الناحية المنطقية في شوية عوار شوية، لكن هو ما فيهوش حل تاني، لأنه محدش هيقدر يسترجع لعيبة مشيت. مش من حقك بعد ما اللعيبة خرجت من قيمتك وسافرت تجيبها من بره عشان تلعب معاك ماتش وتمشي. ده كلام لا هو عملي ممكن ولا قانوني ممكن. فنتمنى الإصغاء لصوت العقل الاستثنائي زي ما أشار الكابتن عصام عبد المنعم.